الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احنا بدأنا كلامنا في الأول يا أخوانا دارين نصل إلى بين الفرق الكثيرة والأحزاب دي، ما هو الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويتكلمنا على أنه الصوفية والأخوان المسلمين المرجعية بتاعتهم ما الكتاب والسنة. الصوفية مرجعيتهم الشيخ لاقى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يغزة لا مناما، وبينشئ طريقة كاملة، طريقة كاملة بينشئها ويتبعها آلاف الناس برؤية منامية. نحن ربنا قال ارجعوا للكتاب والسنة، كويس؟ والأخوان المسلمين زي ما يقول جماعة لسه بيرجعوا للفكر، خلت بالك الفكر، الكلام اللي قاعد يقول فيه الواد الأخير ده ما هو إلا شنو؟ إلا اتباع لحسن البنا، ما اتباع لمنه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، عرفت كيف؟ لأنه حسن البنا قال لهم شنو؟ قال لهم يا أيها الأخوان المسلمين، تكلم مع الكيزان، إن دعوتكم هذه ليست موجهة ضد الدين من الأديان. عشان كده محمود ياسين أو محمود بتاع حركة حماس قالوا مشكلتنا مع اليهود ما مشكلة شنو؟ ما مشكلة دينية، يعني حرب ما بتاع الدين. قالوا لأنه قلعوا الأرض العربية وهي فلسطين، ودارين نرجع الأرض العربية، ده الفهم. وده ما جهاد شنو؟ ده حسن البنا، ده ما جهاد شنو؟ في سبيل الجهاد بيكون في شنو؟ لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. ده الأمر الأول. بعد ده قام قال شنو؟ قال ليست موجهة ضد الدين من الأديان. بعد ده قام قال شنو؟ قال هي عبارة عن شنو؟ عن هيئة رياضية و جمعية شنو كده اجتماعية لغاية ما قال شنو؟ وحقيقة صوفية. قال شنو؟ قال الأخوان المسلمين عبارة عن شنو؟ عن حقيقة صوفية. عشان كده الآن الكيزان بيدافعوا عن شنو؟ بيدافعوا عن الصوفية. والمنهج بتاع الكيزان يا أخواننا منهج مبني على النفاق. يمشي أي بلد بيتشكلوا حسب الحتة اللي هم قاعدين فيها. يعني الكوز الأخو المسلم بيجوا السودان هنا بيدعموا البرعي ويعملوا فرق، فرقة الصحوة دعمل الترابي جب الصوف فتبيعه آخر ثم تبيعه آخر لغاية ما بيجوا يسموه صوفية نسبة للباس شنو؟ لباس الصوف. ده صوفية. بيجوا الجماعة اللي بيكذبوا زي ما جابوا البرعي، شيخ الجماعة ديل جابوا البرعي ده في برنامج مشوار المساء، قال يا البرعي صوفية دي معناها شنو؟ وذاته ما عارف. قالوا برضو بتاع جوالات، قالوا شنو؟ من الصفاء. لو قلت من الصفاء، لو نسبت كلمة صفاء ما بتديك شنو؟ في النسب ما بتديك شنو؟ صوفي. تديك شنو؟ تديك شنو؟ صفوي. مشكلة لو جيت لك كلمة شنو؟ قال تاني سأل سؤال تاني، قال من الصف المقدم بين يدي شنو؟ بين يدي الله عز وجل. برضو كلمة الصف ما بتديك شنو؟ ما بتديك صوفي، لكن في النسب لما تنسب كلمة صوف تديك شنو؟ تديك صوفي. عرفت الحاصل؟ فالإنسان ما بجوز ده ينتسب لكلمة شنو؟ يقول أنا صوفي، دي من حيث النسبة خطأ. بعدين ما يفرق كثير. الصوفية زمان وسع واحد. الحسين بن منصور الحلاج ده صوفي. قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب شنو في كنيستي. الكلب الله، الخنزير الله، الحيوان الميت فطيسة قال يا الله، عندنا أي حاجة بالكون ده شنو؟ الله. الكلام ده قاعدين يقولوا الصوفية الأسي الركاني. الركاني ده ما صوفي، ده برضه تابع لك يا زان، ده بيدافع عن العقيدة دي ذاتها. والكلام ده قاعد يقول البرعي، قال البرعي اتحد وبنى أساسه بالأحد، دي معناها شنو؟ تعرف. والكلام ده قاعد يقوله سيد قطب ذاته. سيد قطب بيعتقد عقيدة شنو؟ عقيدة الحلول دي، انه اي حي في الكون هي الله. اراجع تفسير الظلال في سورة قل هو الله واحد، عشان ما تكذب تقول شنو؟ في فرق بين الصوفية زمان واسي كلهم واحد. ومن الاول قلنا لك يا اخوان الصوفية ديل منهجهم ما بيتفق مع الكتاب والسنة، والناس ما زالوا دافعون، يدافع عن الصوفية. قلنا لك البرع بيقول الاولياء بيعلموا الغيب، رايك شنو بالكلام ده انت؟ انت كحركة اسلامية زول دار تطبق الشريعة وتنشر الإسلام، زول بيقول لك أنا بعلم الغيب تدافع عنه؟ زول بيقول لك الأولياء بيهبوا مع الله الذرية تدافع عنه برضه؟ ناس بينشروا دجل والشعوذة
وبتكلم عن شنو؟ داري بين الناس دي الحجبات. الحجبات دي موجودة في الكتب يا قادر يا عراقي، قاعدة هنا هذه الحجبات، ده كتابك مش كده؟ قال الفيوضات الربانية. تعال وريني كلمة فيوضات دي معناها شنو. تعرف فيوضات دي معناها شنو؟ عندهم هوس انه الزول بيجيب علم من غير اي شنو، بزكك يقول لك تعبد الله كثير بيجيك علم كده من فوق طوالي قرر كده. والله ده فهموا الله كده. اسمع الكلام ده، قال الله لا اله الا انت رب الارض والسماوات، قال كاشف الكروب علام الغيوب مخرج الحبوب كويس، قال مسخر القلوب لمن كان شنو مهجورا حتى يعود محبوبا. بعد ذاك قام خشى ده بتاعك بتاع العرق. انت ما عارف الكلام ده، انا قبل ما قلت لك لما تيجي خاش هنا ام لقاشه كويس تعال هنا، انت مش كويس ام لقاشه كويس. قال شنو؟ قال بهبوب هبوب بلطوف خفي، يا الله يا الله بصعصع صعصع، والبهاء والنور التام في سهسهوب سهسهوب، ذي العز الشامخ بطهطهوب لهوب. تعال اقرا الكلام ده، يا الحجبات زاد انت قاعد شنو؟ ده قرأنا احنا يا كوز، انت قاعد الاسلام بتاع اسلام حسن البنا علمنا حب الجنه، رايك شنو من الكلام ده انت؟ انت ما قلت زول اسلامي، الزول ربنا قال شنو؟ كنتم خير امتي شنو؟ اغرقت للناس تامرون بالمعروف وشنو؟ وتنهون عن المنكر. احنا زمان لما قلنا لكم الخروج على الحاكم الظالم ما بيجوز قمتوا استدليتوا، قلتوا النبي عليه استدليتوا استدلال خاطئ، فهمتوا الحديث غلط، قلتوا النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا فليغير شنو؟ قالوا بيده. احنا عملنا انقلاب دارنا نغير باليد، طبعا تغيير باليد ده خاص بالحاكم، الناس قالوا بغير باليد، رايك شنو في كلام البراي ده؟ امشي غير الكلام ده، رايك فيه شنو؟ حسب ما انا قاعد امشي غير الكلام ده، كلام حسن البنا ده رايك فيه شنو؟ سيد قطب اللي بكفر ناس المجتمعات، فما هي فرق كثير. الصوفيه صوفيه من زمان لغايه الان، الكلام ده ما زال كتب تطبع ويفتح لهم القنوات، الان تفتح قناه الخضراء تحت الصوفيه، واحد اسمه محمد المنتصر الازهري بيجيبوه في قناة جون، ما شفت انت؟ ده بيقول الاولياء يخلقون والولي يعلم الغيب، وممكن تقول يا البرية الحقنا، قال ده جايز، ده قاعد في بلد ياسر، ناس طوفوا بالجباب القبب يخلوا بيت الله يطوفوا بالقبب، ده قاعد لو ما قاعد، اين انت يا اسلامي يا بتاع الاسلام؟ انت وين محلك من الكلام ده انت؟ عرفت كيف؟ فما يجي لي عشان كده بيتلاقاهم مؤلفين كتب يقول لك التصوف الاسلامي التصوف السني، التصوف ده باطل ما عنده علاقه بالاسلام ولا بالسنه، انما المنهج الصوفي منهج دخيل قائم على الدجل والشعوذه زي ما قلت لك، الدجل والشعوذه وشغل بتاع سحر الدجل الصوفيه، عرفت كيف؟ اما التصوف في السودان دخل عن طريق الصحابه، لا دخلوا الكيزان، الاسلام دخل عن طريق الصحابه، لا دخلوا الكيزان، لا دخل الصوفية. سنة 31 هجرية عبد الله بن أبي الصرح ده كوز ده صوفي، ده دخل الإسلام البلد دي عن طريق الشمال، عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه، عرفت كيف؟ ده دخل الإسلام هنا. أما الصوفية دخلت السودان زي ما قالوا شيوخك في كتبهم، دخلوا سنة 900، الطريقة شنو؟ الطريقة القادرية، جاء البلد دي واحد اسمه تاج الدين البخاري، ده دخل شنو؟ دخل التصوف هنا في البلد دي. والتصوف مبني على شنو؟ مبني على الدجل والشعوذه ونشر الشرك والدجل والخرافات والحجبات وطواف الجباب، دي الصوفيه ما عندها علاقه بالاسلام اطلاقا. اما الزهد والاخلاق والكرم وتحفيظ القران ده ما عنده علاقه بالاسلام، ده الدين، ده ما صوفيه. تحفيظ القران من الاسلام، اطعام الطعام ده من الدين، ده ما عنده علاقه بالصوفيه. لكن في النهايه داير شنو؟ داير يدافع عن الصوفيه عشان الصوفيه قاعدين يمسكوا فيه عشان ينزل انتخابات عشان يصوتوا له، عشان شنو؟ عشان يقبل حاكم. والانتخابات دي وسيله من وسائل الديمقراطيه، دي منهج باطل، ادينا دليل على الكلام ده. هل على الديمقراطيه وهل الانتخابات بتجوز في الشريعه الاسلاميه؟ ما بتجوز. هل الانقلابات بتجوز في الشريعه الاسلاميه؟ والميليشيات انت بتدافع عن شنو؟ بتدافع عن حركه حماس، حركه حماس دي مدعومه من ايران الشيعه وشيوخك، ناس شيوخك الاخوان المسلمين قالوا تعلمنا من الخميني كما تعلمنا من حسن البنا. الخميني ده بيقول شنو في كتب الشيعه؟ الشيعه بيقولوا ان عضو من اعضاء النبي عليه الصلاه والسلام سوف يدخل النار. قال في جزء قالوا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام حيدخل النار
لأنه قد نكح به الكافرات أمثال عائشة رضي الله عنها. بيقولوا عائشة زانية، بيقول القرآن محرف. عرفت كيف؟ ذلك قاعد يدعمونه حركة حماس، وقاعد يدعموا الدواعش في ليبيا. عرفت كيف؟ ده منهج الأخوان المسلمين. عشان كده لما جاءوا في مصر، واحد أي حاجة ركبوا في خلط إسلامي كويس معك؟ أسأل وسألت يقول لك المصافحة حلال، الاختلاط يقول لك حلال، الغنى بيقول لك حلال، الانتخابات حلال، أي حاجة حلال كويس معك؟ فآخر نقطة نجلها فيها نتكلم عنها إن موضوع الكرامات، لأنه الكادر الثاني بتاع الكيزان دار يبرر الكرامات وجيت فلسف دخل مسألة في الميراث بكلام مختلف تماما. داك بتكلم قال قلب البيت ولد، ده جاب مسألة تعشروه بتاعت الخنثى، وده عندها معروفة في الفقه إنه الخنثى دي بعدين بيشوفوها هل أقرب للذكر بده حق الذكر، أقرب للأنثى بده حق الأنثى. الموضوع انتهى. انت قال ده وده كلام كثير يعني؟ ما ده الموضوع. طيب موضوع الكرامات، الكرامة عندها ضابط يا أستاذ، احنا ما بننكر الكرامات زي المعتزلة كويس معاك؟ المعتزلة بينكروا الكرامات كويس؟ بيقول ما في حاجة اسمها كرامات، الكرامات فيه، لكن الكرامة دي حاجة يجريها الله سبحانه وتعالى على الخلق، الله بيجريها عليه كده يعني ما بتتحكم فيها أنت. لكن الصوفية عندهم متى ما أراد الشيخ أن يفعل كرامة بيفعلها. يعني الشيخ يجي ماشي قدامه في بير، يا شيخ البير البير يمشي في القصر، ما سمعت الكلام ده أنت؟ وبيمشي لكنه شغل سحر. عشان كده الكرامة أو ما يسمى بخوارق العادات متقسمة إلى ثلاثة أقسام. خارقة للعادة دي معجزة دي خاصة بالأنبياء، خارقة للعادة ودي يسموها الكرامات دي للناس المؤمنين والمتقين كويس معك؟ ما دي الصوفية، الصوفية ما عندهم علاقة بالتقوى والإيمان، الصوفية بيشركوا بالله، كلام كله شرك. ذول بيقول لك يا شيخ الحقنا ده مشرك ما ممكن يكون ولي. الصنف الثالث وده بتاع الصوفية اللي هو شنو؟ الأحوال الشيطانية، أنا التصوف مبني على السحر والدجل والشعوذة زي ما قلت لك من الكتاب هنا. عرفت كيف؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما الصحابي الجليل قال عمر لما قال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، بعد ذاك التفت ولجأ إلى الجبل. عمر بن الخطاب لما نزل من على المنبر في الجمعة الصحابة سألوا قالوا له أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لا، بل كلمة شنو أجرها الله شنو على لسان. دي كرامة، والكرامات عندها ضوابط. أول حاجة الكرامة ما تخالف الكتاب والسنة. عرفت كيف؟ الكرامة ما شنو؟ ما تخالف الكتاب والسنة. ده اللي بيجيب لك بيت الله خلقه بيت يجي يقلبه ليه ولد كويس؟ وفي كرامات احنا قبل اخواننا ده نبوهنا ما قدرنا نقرأ، لكن والله لو اضطرينا نقرأ لك والله في كلام هنا، والله إبليس ذاته لو جاي يقول لك أعوذ بالله أقرأ لك الكرامة هنا أجر المركب ذاك تعرفه؟ وأنا خليها دي كرامات؟ كرامات مخالف للكتاب والسنة، كلام وسخ قلة أدب ولا دي كرامة. قال ويجي واحد كوز عامل فاهم بتاع إسلام أمريكا روسيا غدنا عذابها، ده تعرف أمريكا بعقيدة زي دي؟ والله اليوم الدين ما تنجح بالكلام ده. عشان كده الحركة الإسلامية فشلت في العالم كله، العالم كله الآن جايد بصواب الناس دي. القرضاوي شغال يفتي في هناك في قطر، القاعدة الأمريكية مسافة كيلو واحد منه شغال يفتي يطلع في جماعة هناك في ليبيا، دمر ليبيا كلها، جا سوريا دمرها كلها، ماشي هناك اليمن، اليمن قاموا هيجوا الجماعة لذاك صالح، ذاك لما ضربوه اتحد مع الشيعة وضرب الجماعة كلهم. الآن الشيعة الكفار اثني عشرية اللي بيحرفوا اللي بيقولوا القرآن محرف، وبيقولوا في عندنا قرآن اسمه قرآن فاطمة. الآن مسلطين على شنو؟ على اليمن بالفهم بتاع الفكر، ما الإسلام، بالفكر بتاع حسن البنا، لأنه الإسلام ما فيه كلام زي ده أخوان. عرفت كيف؟ فتعرف إنه الكرامات يا أخواننا عندها ضوابط، ما بتيجي تسويها أنت كده. عرفت كيف؟ دي ما كرامات، دي شغل بتاع شواطين كله ودقلوا شعوذة. فما يقدر يدافع عن الإسلام، الإسلام ما عنده علاقة بالكتاب والسنة يا أخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كلام واضح قال ما علي أنا وصحابتي. الآن الصوفية ما عندهم علاقة بالصحابة، ولا أنت عندك علاقة بالصحابة، سيد قطب بتاعك بيطعن في الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما علي شنو؟ أنا وصحابتي. منهجك ده ما قايم على الكتاب والسنة بتاعك حسن البنا. سيد قطب عنده كلام كثير، سيد قطب بيقول القرآن عبارة عن تمويجات موسيقية كويس معك؟ بيطعن في سيدنا موسى عليه السلام، ده شيخ سيد قطب. ناس الفرقة طلعت منها كل الناس داعش يجيبوا لهم زول يحرقوا بالنار يقول لك ده إسلام، يقطعوا لهم زول بمنشار طلع كلام من سيد قطب.
عرفت كيف؟ فمن هذا ما عنده علاقه بالاسلام؟ نحن ما زلنا كلامنا واضح انه الحق هو الكتاب والسنه على فهم سلف هذه الامه. الصوفيه ما عنده علاقه بمنهج النبي عليه الصلاه والسلام. الاخوان المسلمين كذلك منهجهم ما عنده علاقه بشنو؟ بالكتاب والسنه. ناس بدافعوا عن الصوفيه، دافعوا عن ناس دجالين مشعوذين، يجي يقول لك انا عندي علاقه بالاسلام. ونفتح فرصه ان شاء الله تبارك وتعالى للحوار والنقاش. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.